رام الله، ينضم إلينا السفير عمار حجازي مساعد وزير الخارجية الفلسطيني. أهلا بك معنا على شاشة العربي سعادة السفير. ما الذي يحول دون اعتراف العواصم الغربية الكبيرة بدولة فلسطينية؟ يعني نحن لا نرغب بالتفرقة بين الدول، لا يوجد كبير وصغير في المجتمع الدولي، هناك دول كلها لديها أوزانها ولديها دورها الدولي لتلعبه، ولكن هناك مجموعة من الدول التي تمتنع عن الاعتراف بدولة فلسطين، ونحن نعمل مع هذه الدول. هناك حجة تساق بين الوقت والآخر هي ربط مستقبل الشعب الفلسطيني وحياته برأي إسرائيل وقرار إسرائيل بالذهاب إلى مفاوضات وإنهاء هذا الوضع، ونحن نقول أن الحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته واستقلاله السيادي، وكذلك حقه في تقرير المصير، هو ليس مرهون بفيتو إسرائيلي، ويجب على الدول أن تحترم هذا الحق، وهذا الحق موجود منذ أن أقرت الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين إلى دولتين، دولة تم الاعتراف بها ودولة لم يتم الاعتراف بها، ولذلك فهناك تقصير من هذه الدول على مدار أكثر من 76 عام، وتقصير تجاه الشعب الفلسطيني، وهو برأينا ما ساعد وساهم أيضا في زيادة أطماع الاحتلال وتوسعه، لأنه عدم الاعتراف أيضا يعطي انطباع أنه الدولة غير موجودة وحقوق الشعب يمكن أن يتم الاعتداء عليها. ماذا تفعل السلطة الفلسطينية إزاء هذه الدول التي قلت إنها مقصرة بحق الشعب الفلسطيني؟ هل من خطة واضحة وتحرك من قبل السلطة لحث مزيد من الدول للاعتراف بدولة فلسطينية؟ طبعا العمل مستمر منذ ما يزيد عن 15 عام، منذ بداية جني حملة الاعترافات، ووصلنا إلى رقم ما يزيد عن 50 إلى 60 دولة اعترفت بدولة فلسطين خلال ال 15 عام المنصرم، وكل هذه الدول هي لا تأتي من المجموعات السياسية المؤيدة والمساندة للشعب الفلسطيني، حيث هذه المجموعات كانت قد اعترفت بعد الإعلان استقلال دولة فلسطين في العام 88، ولكن كل الذين انضموا هم يأتوا من مساحات لم يكن تجمعنا معهم إما علاقات سياسية مباشرة أو دبلوماسية مباشرة، وجاءت نتيجة قناعة وعمل دؤوب ومتواصل، وطبعا بشكل رئيسي نتيجة تضحيات الشعب الفلسطيني على الأرض. هناك خطة وعمل دائم، وهذا حق لا يمكن التنازل عنه ولا يمكن لأحد نكران على الشعب الفلسطيني، والمقصرون هم الذين يتحملون مسؤولية هذا التقصير. اليوم هناك جماعات حقوقية ناشطة جدا في الدول الغربية وحملات مقاطعة تؤثر على ربما قرارات بعض الدول. لماذا لا تلجأ السلطة إلى إصدار لائحة بالدول التي تعارض وتعادي دولة فلسطين أسوة بما تقوم به إسرائيل؟ اللائحة موجودة والدول والأفراد يتابعون بشكل مباشر وهم مطلعين بشكل مباشر، الدول التي تعترف بدولة فلسطين معروفة للجميع، والتي لا تعترف وتلك التي أيضا تعادي الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني أيضا معروفة للجميع، لذلك لا نعتقد أن ذلك سر، هناك دراسات، هناك أيضا تصويتات دائمة في الأمم المتحدة وفي الجمعية العامة وما إلى ذلك، كل هذا يفضح ويكشف، ومواقف الدول طبعا حتى بما فيها بعض الدول التي اعترفت بدولة فلسطين كالمجر وتشيكيا، يعني نجد أنها يوجد لديها مواقف معادية للحقوق الوطنية الفلسطينية وتدعم بشكل سافر العدوان الإسرائيلي وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني. فكل هذه الدول معروفة، كل الحركات والمتضامنين مع الشعب الفلسطيني والحركات الشعبية التي نحييها ونقدرها ونعتقد أنها مهمة وحاسمة في هذا الأمر مدركة ومطلعة على هذه الدول، ولنتحدث يعني تحديدا عن حكومات في الدول، لأنه معظم الشعوب العالم أيضا منتفضة للحقوق الفلسطينية كما نشاهد في شوارع العواصم الأوروبية وغيرها من الدول، ويعني المسألة مسألة وقت،
هم في قلة وهم مخالفون للشرعية الدولية وللقانون الدولي، وهم أيضا في بعض الأحيان عنصريون اتجاه الفلسطيني واتجاه حقوقه، وكل ذلك يعني ينكشف ومنكشف للعالم، ولا يوجد أسرار في هذا الموضوع. لذلك يعني لا يوجد داعي لإصدار يعني قوائم بتلك الدول، فهي لا، معروفة ليست هناك للجميع. أسرار طبعا، ولكن عندما تقوم السلطة بفضح ربما خطوات معينة أو سلوك سياسي معين، هناك يعني دعوات وتوجيه للرأي العالمي. على كل حال، بعد خطوة إسبانيا والنرويج وإيرلندا، حكي أن هناك دول في طريقها أيضا إلى الاعتراف بدولة فلسطين. من هي هذه الدول؟ يعني حقيقة يعني معروف للجميع أن كل من بلجيكا وسلوفينيا كانت قريبة جدا من مسألة الاعتراف، وما الأمر يتوقف على إجراءات داخلية داخل هذه الدول، سواء على مستوى البرلمان أو على مستوى الأحزاب. ويوجد قائمة أوسع يتم الحديث معها الآن والنقاش معها، ربما من المبكر ذكر أسماءها حتى ينضج الحوار بشكل جيد، ولكن بالمبدأ نحن نتحدث مع الجميع. هذه نقطة حديث أساسية في كل اللقاءات الدولية للسياسيين الفلسطينيين وفي إطار العمل الدبلوماسي الفلسطيني. طيب، بالنسبة لمجزرة رفح أمس واستمرار السلوك الإسرائيلي في رفح وغيرها من محافظات قطاع غزة وعدم الانصياع لقرار محكمة العدل الدولية، هل تعمل السلطة مع أحد الدول الصديقة الأعضاء في الأمم المتحدة لتفادي عرقلة القرار في الأمم المتحدة عبر فيتو أمريكي أو غيره، أو لإيجاد طريق بديل لإيجاد حلول بديلة لآليات إنفاذ وتنفيذ هذا القرار؟ يعني تتحدث عن قرار محكمة العدل الدولية صح؟ نعم، إذا الذي فهمت، أوكي سيذهب مفهوم. هذا القرار. نعم، يعني بداية من الواضح ونحن مدركون منذ البداية أن إسرائيل لن تلتزم في قرارات محكمة العدل الدولية، وبالتالي سيترتب على الدول فرادى كونها ملزمة أولا باتفاقية منع الإبادة الجماعية، وأيضا ملزمة بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، أن تباشر على المستوى الفردي دون أي قرار ودون أي لجوء إلى الجمعية العامة أو مجلس الأمن للقيام بذلك. ولكن هذا لا يمنع على الإطلاق توجه إلى مجلس الأمن وطلب منه إصدار قرار في هذا الموضوع. ونحن مدركون أيضا للعراقيل هناك، ومدركون أيضا أن الولايات المتحدة الأمريكية تواصل توفير الحماية و للعدوان الإسرائيلي المتواصل مع الأسف، ولا تقبل أن يتم تشريع أي إجراء ضد إسرائيل في الأماكن التي يمكن لها وقفه مثل مجلس الأمن باستخدام الفيتو. الأصل أن التشريع وحتى فيتو في مجلس الأمن لا يمنع من الذهاب أيضا بتوجه إلى الجمعية العامة تحت المتحدون من أجل السلام لإصدار قرار ملزم بهذا الشأن. ولكن بكل الأحوال العمل يتطلب جهد مضاعف أيضا مع الدول لتنفيذ التزاماتها كونها ملزمة دون قرار اليوم من مجلس الأمن. الدول ملزمة بمجرد نطق الأمر من المحكمة، وأيضا ملزمة بموجب أنها كونها طرف في اتفاقية منع الإبادة الجماعية. وبالتالي هذا الإلزام واضح، ونعتقد أن بعض الأطراف الدولية وكما جاء في تقريركم من بوريل تحدث بشكل واضح أن الدول الأوروبية يجب عليها أن تحترم قرارات محكمة العدل الدولية كافة، ولا يمكن لها أن لا تحترم هذه القرارات بأي شكل من الأشكال، ويجب عليها أن تلتزم بها. لذلك ما نقوله أنه العمل اليوم يجب أن يكون حتى على المستوى الشعبي والبرلماني ومع الأصدقاء في تلك الدول لضمان امتثال دولهم وكافة الأطراف المعنية في تلك الدول لهذه القرارات باتخاذ إجراءات
تضمن عدم تجاوز إسرائيل وعدم احترام وقف عدم احترام إسرائيل لقرار المحكمة بما في ذلك، وبما يشمل أيضا تصدير السلاح واستيراد السلاح وأي نوع من المعاملات التي ممكن أن تؤدي إلى استمرار الإبادة الجماعية ضد شعبنا في قطاع غزة أو استمرار جرائم إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة عموما. هذه مسألة تحتاج إلى عمل دؤوب ومتواصل، وأعتقد أن الحلقة تضيق والمجتمع الدولي يضيق ذرعا أيضا بتصرفات الاحتلال وإدارة ظهره واستخفافه واستحقاره أيضا للمنظومة الدولية، ويعتقد بشكل عام أن هذه المنظومة أصبحت مهددة بسبب سلوك إسرائيل وأيضا بسبب سلوك بعض الدول التي توفر الحماية لإسرائيل من الإفلات من العقاب وتساهم أيضا في مواصلة إجرامها. شكرا لك سفير عمار حجازي، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني، كنت معنا من رام الله.